المسجد ماذا يعنيني ديني وصلاتي ويقيني مدرسة الهدى وحنيني الجنة ولقاء المسجد ماذا يعنيني ديني وصلاتي ويقيني مدرسة الهدى وحنيني الجنة ولقاء مكان ما أجمل آي القرآن في قلبي لو قلبي تلا في المسجد حب ووئام أمن وضياء وسلام في المسجد حب ووئام أمن وضياء وسلام بيت العزة في الإسلام في الإسلام جامع شمل الله كما هو بيت العزة في الإسلام في الإسلام جامع شمل الله كما هو بيت العزة في الإسلام في الإسلام جامع شمل كم أقوى المسجد ماذا يعنيني ديني وصلاتي ويقيني مدرسة الهدى وحنيني الجنة ولقاء الله المسجد ماذا يعنيني ديني وصلاتي ويقيني مدرسة الأولى وحنيني للجنة ولقاء الله يعنيني في كل أذى في كل زمان ومكان يعني مكان ما أجمل آي القرآن في قلبي لو قلبي تلا المسجد ماذا يعنيني ديني وصلاتي
سنة بيت العزة في الإسلام في الإسلام جامع شمل الله كما هو بيت العزة في الإسلام بيت العزة في الإسلام في الإسلام جامع شمل كم أقوى المسجد ماذا يعني ديني وصلاتي ويقيني مدرستي الأولى وحنيني لجنة ولقاء الله المسجد ماذا الإسلام في الإسلام جامع شمل كم أكون